الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل المولى جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يصرفني وإياكم عن كل شر، وأسأله جل وعلا أن كما جمعني وإياكم في هذا المسجد وفي هذا المكان الطيب المبارك، أسأله أن يجمعني وإياكم ووالدين في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أبشروا بالخير يا من صليتم هذه الصلاة وقمتم هذه الليلة وغيرها من الليالي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه الترمذي في سننه. الله أكبر، تصلي مع الإمام نصف ساعة أقل أو أكثر حتى ينصرف يكتب لك قيام ليلة، معنى ذلك مكتوب لك أنك صاف قدميك تصلي إلينا الفجر وأنت ما قمت إلا نصف ساعة، فهذا فضل عظيم فلا تفرطوا فيه حفظكم الله. يقول جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من مشروعية الصيام حفظكم الله هي تحقيق تقوى الله، ويبين ذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري ومسلم. من لم يدع قول الزور، ما الزور يا أخواني الكرام؟ هو الكذب وقول الباطل، والعمل به هو العمل بالباطل، والجهل، الجهل هو السفه سواء كان على النفس أو على الآخرين، ويدخل في السفه جميع أنواع المعاصي، جميع أنواع المعاصي. قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل من عمل السوء فهو جاهل، من جهالته عمل السوء. فالمقصود من الصيام يا أخواني الكرام هو تحقيق تقوى الله عز وجل. اليوم هو اليوم العاشر من رمضان، وانقضى الثلث الأول من رمضان، والثلث كثير حفظكم الله. فيقف المسلم مع نفسه وقفة جادة وينظر: هل تغير؟ هل بدل؟ هل امتثل أوامر الله واجتنب نواهي الله؟ هذه تقوى الله. أنت يا عبد الله أمسكت في رمضان عن أشياء مباحة أباحها الله عليك قبل رمضان وفي الليل أمسكت عنها، وتقول: حرام، أنا تعاطاها بنهار رمضان. لأن تمسك عما حرم الله أولى وأحرى. أمسك عن المعاصي يا عبد الله، هذه فائدة الصيام، أن تتغير وتبدل وتقرب إلى الله عز وجل. المعاصي اليوم انتشرت عندنا حفظكم الله، انتشرت، الكذب انتشر، الغيبة انتشرت، قطيعة الرحم انتشرت، الشحناء انتشر، وغيرها هلم جرة. فالمسلم يقف مع نفسه يا أخواني وقفة جادة ويحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. نعم يا أخوان الكرام، الشحناء اليوم انتشرت بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال، حرام يا أخواني، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه. حرام أن تهجر أخوك المسلم فوق ثلاث ليال. فأنت اليوم اجعل امتحان لإيمانك ولقلبك يا عبد الله، إن كان في أحد، وإن شاء الله ما أحد موجود معنا، وانقلوا الكلام لمن وقع في هذا الداء اللي انتشر اليوم، إن وجد من المسلمين هاجر أخوه المسلم إلى الآن، وين أثر الصيام يا عبد الله؟ تصوم عشرة أيام ولا زال في قلبك على عمك وعلى خالك وعلى قريبك وعلى واحد من جماعة المسجد، تحمل في قلبك يا مسلم؟ وين مراقبة الله؟ وين الخوف من الله؟ هذا حرام. أضف إلى ذلك أن أعمالك على خطر، ربما ما ترفع إلى الله. فالبدار البدار يا عباد الله. رسالة لأخواتي المصليات القائمات، أذكرهن بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم يا أخواني الكرام، توجل منه القلوب وتذرف منه العيون، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم في صحيحه. والله يا إخواني في الله وأخص خواتي في الله، وانقلوا الكلام لأهليكم يا إخواني، حديث عظيم والله مخوف يا إخواني. ما معنى كاسيات عاريات؟ فسرها أهل العلم، قالوا معنى كاسيات عاريات اللاتي يلبسن القصير الذي لا يستر ما يجب ستره من العورة. وقال بعضهم هن اللاتي يلبسن الشفاف والرقيق الذي لا يستر البشرة من ورائه. وقال بعضهم، وهذا والله يا أخواني منتشر اليوم حتى عند بعض الصالحات، منتشر في بيوتنا اللهم رحم الله، قال بعض العلم هن اللاتي يلبسن الضيق، يلبسن الضيق هي كاسية ولكنها مبدية لمفاتنها وأبدت جسمها وتفاصيل جسمها. فاتق الله يا أمة الله وانتبهي لا تقعين في سخط الله. وش ألبس يا شيخ؟ ماذا ألبس؟ والعيد على الأبواب مقبلين على التفصيل. ألبسي يا أمة الله الفضفاض، وسعي على نفسك وسع الله عليك، لا تضيقين على نفسك. ماذا سوف ينفع قول فلانة وفلانة؟ فلانة جميلة، فلانة ما شاء الله عليها، فلانة اللبس، إيش بينفع هذا الكلام؟ وأنت يا البعيدة من أهل النار وتعرضي لسخط الله ولا تدخلي الجنة. فالله الله يا أخواني الكرام بالتوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي سواء ما ذكرنا أو غيرها، وهذه إشارة والحر تكفي إشارة. ولا نؤجل التوبة إلى غد يا أخواني. قبل قليل وأنا آتي للمسجد نظرت إلى مغسلة الراجحي جزاها الله خير على ما يقدم المسلمين، رأيت المغسلة هذه قديما غسلنا فيها أحد أقاربنا عام 1423 أذكره جيدا، ومات في رمضان وهو صائم رحمه الله، حادث ذهب يفطر مع أبيه فجاء حادث ومات ما يدري، ناوي يفطر مع أبوه فمات رحمه الله، غسلناه هنا، غسلناه هنا يا أخواني الكرام. فاعتبروا يا أخواني، ما كان يدري أنه بيغسل قبل العيد، ما درى، حنا بعد مؤملين بنعيد مع أهلنا ما ندري يمكن الليلة واحد منا يغسل. فالبدار البدار، تعرفون قصة الرجل قتل 100 نفس فدله العالم على قرية أهل الصلاح أن يعبد الله معهم، ماذا فعل؟ أخر التوبة إلى غد؟ لا، بادر بالتوبة فأدركه الموت في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. أشكركم على طيب أدبكم وحسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.